In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, dear students of Al-Sanawiyya Al-Amma, a new edition of your English weekly program, School on Air. حبائي طلاب الثانوية العامة، حلقة جديدة وبرنامجكم راس على الهواء. النهاردة بإذن الله هنناقش مع بعض الوحدة الثامنة، ولكن طبعا ميسي مانيش موجودة معانا طبعا بعافية شوية، طبعا ألف سلامة ليها. والنهاردة زي ما قلت هنتكلم مع بعض على الوحدة الثامنة، يمكن بدأناها الحلقة اللي فاتت واتكلمنا فيها على الليسننج تاكست وناقشنا طبعا في بعض النقاط. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الجزء بتاع الريدنج، وهنكمل كمان الجزء الخاص بالجرامر بارت اللي هو الباسيف فويس. نعمل ورمنج اب كده أحبائي، يعني تنشيط كده، يا ريت كلنا نكون مستعدين طبعا ورقة وقلم، وهنشوف ترجمة دلوقتي مع بعض نناقشها مع بعض ونشوف الترجمة بيبقى شكلها إزاي. هنبص كده مع بعض، بيقول لي being a good citizen requires a lot of civilized behavior like helping the people in need. هيبان دلوقتي الكلام قدامكم تاني حالا، بيقول لي في الترجمة being a good citizen requires a lot of civilized behavior. عايزكم تناقشوا مع بعض كده ونشوف like helping the people in need. كمان عندي imagine you were in their place. Wouldn't you like to have other people standing by your side? يا ترى الترجمة تكون شكلها ازاي؟ بنقول كده being a good citizen، كونك مواطنا صالحا، يتطلب كلمة require بمعنى يتطلب. حد يقول لي الاس هنا عشان طبعا كلمة being singular، فقلنا being requires. okay being a good citizen requires a lot of civilized behavior، يتطلب كثير من السلوك الطيب او السلوك المتمدن او المتحضر. يبقى كلمة civilized جاية من كلمة civilization اللي هي الحضارة او المدنية. like helping the people in need، كمساعدة المحتاج او مساعدة الناس عند الحاجة. imagine you were in their place، تخيل كلمة imagine تخيل، طبعا جاي بعدها هنا جملة او لو جاء بالنسبة لنا كصيغة بتبقى الجرند. تخيل كونك في مكانهم. wouldn't you like to have، ألن تود بأن يقف الناس بجانبك، كلمة standing by your side، يقفوا بجانبك او يعطوك يد العون. اوكي يبقى على بعضها كده being a good citizen requires a lot of civilized behavior، ان او كونك مواطنا صالحا يتطلب سلوكا او الكثير من السلوك المتمدن. like helping the people، كمساعدة الناس عند الحاجة او كمساعدة المحتاج. تخيل كونك في مكانهم. wouldn't you like، ألن تود بأن يقف الناس بجوارك، اللي by your side. اوكي عندي كمان ترجمة تانية أحبائي، بتقول لي astronauts suffer from some problems which affect them badly as zero gravity. astronauts لما رواد الفضاء suffer from، احنا بالنسبة لنا هنا كفريزل فيرب عارفين دايما كلمة suffer بيتبعها الفيرب او بيتبعها preposition from، some problems which affect، بعض المشاكل، وطبعا المشاكل اللي بالنسبه بتبقى شيء فبنحط كلمه which يعني immaterial، وبعد كده بنقول them affect them. الناس تلاحظ ان مفيش حرف جر بعد كلمه affect، ما بجيبش حرف جر، على العكس طبعا لو قلت مثلا which have an effect بالاي يبقى لازم حرف الجر on، يبقى في الاسم حرف الجر on، لكن كverb بيجي دايما الاوبجكت او المفعول مباشره بدون حرف جر. طبعا هنا في badly adverb حال بشكل سيء، as zero gravity اللي هو انعدام الجاذبيه. على بعضها كده ممكن نبدا الجمله بتاعتنا ونقول يعاني، دايما يفضل ابدا الجمله بتاعتي كجمله فعليه، ابدا بالفعل يعني، يعاني رواد الفضاء من بعض المشاكل، من بعض المشاكل التي تؤثر عليهم بشكل سيء، كانعدام الجاذبيه. كلمه as zero gravity كانعدام الجاذبيه. اوكي طيب يبقى كده احنا عملنا warming up، تنشيط كده سريع احبائي، وعايز دلوقتي نناقش مع بعض اللي هي 2001 space odyssey اللي هي رحله الى الفضاء، الروايه بتاعت
طبعا ارثر كليرك زي ما قلنا قبل كده بيتكلم فيها عن الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الصناعي او الذكاء الاصطناعي. تعالوا نشوف مع بعض كده النص عندنا على الشاشه بيقول ايه. بيقول لي 2001 سبيس اوديسي، اتفقنا اوديسي هنا بمعنى رحله طبعا ليها علاقه بالاوديسا اللي بتاعت هامرس، تمام؟ فبيقول لي سبيس اوديسي اونلي تو من وير اويك اون ذا سبيس شيب ديسكفري. Only two. تمام؟ فاثنين فقط و طبعا countable كمان بالنسبه لنا وجاي في صيغه plural جامع، فقلنا where awake طبعا هيبان الكلام ده عندي على الشاشه بتاعت yes lab yes as you can see now on the spaceship discovery. spaceship اللي هي سفينه الفضاء اسمها طبعا it's named discovery. their names were David Bowman. الأول فيهم ديفيد بومان. مرة تانية only two men were awake on، هنا awake adjective صفة يعني not sleeping alert on the spaceship discovery. the names أسمائهم كانت إيه بقى؟ وديفيد بومان and Frank Poole. their job was to look after the spaceship. their job the mission المهمة بتاعتهم وظيفتهم was to look after. الاثنين وظيفتهم واحدة هي to look after يعتنوا به يهتموا the spaceship and the three other astronauts الثلاثة رواد الفضاء التانيين the other three أو the three other astronauts who were sleeping كانوا نايمين during the long journey to the planet. during the journey أثناء الرحلة to the planet Saturn اللي هو كوكب زحل. كنا عارفين كلمة planet as you can see P-L-A-N-E-T planet كوكب like the earth Jupiter مثلا، وعندنا كلمة plant نبات. ناس كمان تخلي بالها كلمة plane طائرة و plan بمعنى خطة. هنا طبعا كانوا رايحين في رحلة ل the planet Jupiter أو Saturn. Pullman and Poole were helped by Hall اللي بيساعد الاثنين دول رواد الفضاء a giant computer called Hall عملاق كده او كمبيوتر ضخم جدا اسمه Hall an extremely intelligent computer. تلاحظوا كده extremely adverb للغاية و intelligent ذكي computer عملاق او ذكي للغاية. One morning Poole was watching a video message. في أحد الأيام كان أو ذات صباح كان بول was watching past continuous is formed of was plus verb ing a video message that had been sent. الجملة هنا في passive voice الرسالة دي أرسلت had been sent وأكيد طبعا ما أرسلت الأول قبل ما يشوفها عشان كده جت past perfect had been sent في passive voice sent to him by his family on earth. الرسالة جاية طبعا من الأرض أو من كوكب الأرض. it was interrupted. كلمة interrupt يقاطع اللي قاطع الرسالة مين بقى؟ Hall اللي هو الكمبيوتر who said that part AE35 of the spaceship was about to fail. بيقول لهم ان الجزء طبعا مهمة الكمبيوتر بيحدد الأعطال هو متحكم في السفينة فبيحدد which part is going to fail. بيقول لهم الجزء اللي هو AE35 في السفينة was about to يعني على وشك ان هو يخرج من الخدمة ما يبقاش صالح للاستخدام، تمام؟ part AE35 was important. it's not a secondary part. it is a very important part. جزء مهم جدا because it send messages to earth يعني it connected them to the earth بيربطهم بالارض عشان كده صعب جدا التخلي عنه. بنقول AE35 was important because it sent messages او it was used to send messages to earth بيبعت رسائل لكوكب الارض. Poole went outside the spaceship to replace عارفين طبعا قبل كده حاجه اسمها space walking اللي هو المشي في الفضاء
بيبقى طبعا دي استرونوت رائد الفضاء بيبقى عنده حريه في ان هو يقدر يصلح اي جزء خارج السفينه بتاعه الفضاء. فبنقول بول وينت اوتسايد ذا سبيس شيب تو ريبليس، ريبليس اللي هو يستبدل ذا بارت، الجزء اللي هو التالف اللي هو اي اي 35 هي واز يوز تو working in zero gravity was used to. بعد كده جيراند، الناس هتلاحظ كده لما حطينا بعد الفاعل بعد كلمة he في آخر سطر حطينا verb to be كلمة was، تمام؟ used to لازم يجي عندي شكل جيراند اللي هو فعل هنا في ing، وطبعا بتساوي كلمة used to لو بعدها مصدر in zero gravity معتاد أن يعمل في أجواء طبعا فيها انعدام جاذبية. So he changed the part easily. It was easy for him to change the damaged part. كان سهل بالنسبة له يستبدل or to replace the damaged part الجزء التالف. However, when Puma checked the old part later, he found nothing wrong. الرجل طبعا ده بدأ يفحص الجزء اللي هال أو الكمبيوتر قال إن هو تالف. But he found out. اكتشف discovered that this part is not wrong or is not going to fail. يعني valid صالح ما هوش invalid شغال كويس it works يعني مش بايظ أو تالف. That afternoon Hal told them that the new part AE35 was also about to fail. The same message about the same part. نفس الرسالة عن نفس الجزء في السفينة الفضاء. يبقى تاني هال بيقول لهم ان الجزء اللي تم تركيبه او تم استبداله برضو على وشك ان هو يخرج من الخدمة. The men were not used to hearing that there were problems. طبعا the astronauts were not used to، مش معتدين على انهم يسمعوا. طبعا خلي بالكم معايا، لو انا عندي زي ما قلنا were used to لازم gerund، لكن لو مكتوب used to كنت النفي على طول، كنت قلت the men didn't use to، didn't use to hear اللي هي يسمع. That there were problems، ان في مشاكل with the spaceship، problems with the spaceship and they thought that this was strange. قالوا ان ده يمكن شيء غريب، يعني it may be happening for the first time، قد يكون بيحدث للمرة أو للوهلة الأولى. So they contacted Earth، طبعا اتصلوا بالأرض أو بكوكب الأرض. They were told، الناس تخلي بالها هنا الجملة passive بتقول they were told، يعني تم إخبارهم اتقال لهم that something was wrong، إن في مشكلة with Hal، يعني the problem is not in AE35، it is in the computer itself. المشكلة في الحاسب الآلي اللي هو هال، مش في الجزء اللي هو دايما بيبلغ عنه ان هو تالف. And that they should turn the computer off. لازم يطفئوا جهاز الكمبيوتر او هال. Suddenly they lost contact with Earth. اكيد الكمبيوتر اول ما سمع كده طبعا قطع الاتصال مع الارض. يبقى they lost contact with the earth. Part AE35 was not working. والجزء كمان اللي الحاسب الآلي بلغ عنه برضو خرج من الخدمة. Poole decided to replace the new part AE35. Poole قرر ان هو يستبدل الجزء ده كمان مرة. But while he was outside، وهو خارج سفينة الفضاء، the spaceship suddenly moved. السفينة تحركت فجأة، لاحظوا suddenly moved past simple move forward، يعني تحركت للأمام. and hit him، طبعا hit هنا برضو past الفيرب بتاع ما فيش تغيير، وطبعا ارتطمت أو اصطدمت بمين؟ ببول اللي هو رائد الفضاء. he was killed unfortunately he was killed، يعني تم قتل رائد الفضاء ربما عن طريق الحاسب الآلي. الكاتب هنا زي ما قلت آرثر كليرك بيحاول يبين ان ممكن يبقى في conflict some kind of struggle between man and the machine، في نوع من الصراع بين الإنسان والآلة. الإنسان طبعا متمثل في the astronauts رواد الفضاء،
وفي الآلة الكمبيوتر نفسه بيتخذ قرارات من نفسه طبعا. وفي الآخر استطاع managed to kill one of the astronauts، استطاع أن يقتل واحد من رواد الفضاء. Puma was horrified. أكيد طبعا لما تشوف آلة بتقتل إنسان فأكيد أنت هتشعر بالرعب. فقلنا عشان كده Puma اللي هو the other astronaut was horrified، طبعا أشعر بالرعب. And wondered who was killed by Hal، بيستفسر أو بيتساءل يا ترى فعلا هال الكمبيوتر هو المسؤول عن قتل صديقه أو زميله the other astronaut اللي هو بول. He decided to wake up the other astronauts. ما فيش فايدة بقى، لازم ننقذ باقي رواد الفضاء. But to do this، عشان يعمل كده he needed، محتاج ايه بقى؟ Hal's help، محتاج كمان المساعدة بتاعت الكمبيوتر في إيقاظ أصدقائه. At first Hal refused، الكمبيوتر لم يستجب للأمر، رفض. But when Pullman threatened to cut Hal's wires، يعمل ايه برد الفضاء؟ Pullman قرر او هدد الجهاز، طبعا هدد هال الكمبيوتر انه ممكن يقطع الاسلاك بتاعته، التوصيلات بتاعته اللي هي الوايرز الاسلاك. The computer finally agreed، وافق الكمبيوتر على عمل هذا الشيء. Pullman started to wake up the other astronauts but suddenly he felt the inside of the spaceship become very cold. هو بيعمل كده بيوقظ اصدقائه وزملائه، فجأة احس بان the inside داخل سفينة الفضاء become very cold، اصبح بارد جدا. The pressure اكيد هيعمل في اختلاف في ايه، في الضغط. The pressure الضغط، لاحظوا P-R-A-S-S بعد كده بنضيف U-R-A pressure الضغط. Inside the spaceship was falling، يعني الضغط بيقل بس falling fast وبسرعة كمان. And all the air was disappearing، كمية الهواء الموجودة في داخل سفينة الفضاء بتختفي. Pullman ran to an emergency room، أكيد طبعا نلجأ لغرفة الطوارئ. Emergency تمام، تنفع adjective وتنفع noun. So he could breathe some oxygen، غرفة الطوارئ فيها طبعا تجهيزات معينة، استطاع أنه يستنشق بعض الأكسجين. He now understood that the computer that had been built to help him was trying to kill him. هنا بقى عرف ان الكمبيوتر اللي هو تم بناؤه او تم تركيبه على اساس ان هو يساعدهم، لا ده بيحاول يقتله. He had to find Hal's controls، لازم يلاقي بقى اللي هي البوتنز أو مفاتيح أو أزرار التحكم بتاعة الكمبيوتر. So that he could turn off the computer، عشان طبعا يقدر إن هو يقفله ويشتغل من غيره. طبعا كلمة turn off عكس كلمة turn on بمعنى هنا يغلق، و turn on بمعنى يشغل. اتفقنا كده؟ شفنا كده أحبائي يعني a brief summary of the novel، لخص لي الرواية بتاعتنا اللي هي زي ما قلنا 2001 Space Odyssey، رحلة للفضاء by Arthur Clarke. قلنا بيتكلم فيها طبعا ريلكان بيتنبأ باللي ممكن يحصل طبعا في المستقبل، وزي ما قلنا قبل كده يمكن كان جول فيرن كمان كان قبل منه، زي ما قلنا عليه ان هو طبعا the father of science fiction اللي هو الاب الروحي للخيال العلمي. كل ما يفكر فيه العلماء قد يحدث في المستقبل. فالنهاردة بنناقش مشكلة يا ترى would be some kind of conflict between مان اند ماشين، هيبقى في اي صراع بين الانسان والاله. احنا يمكن اتكلمنا في النقطه قبل كده وقلنا يعني ناو دايز بيج فاكتوريز اند كوربوريشنز يوز كمبيوترز او روبوتس تو ريبليس مان، بيستخدموا طبعا الاله عشان تحل محل الانسان في المصانع اللي هو الروبوتس. طبعا ده بيعمل او بيخلق سام كايند اوف ان امبلويمنت، بيعمل طبعا نوع من البطاله. ولكن طبعا احنا بقى ما وصلناش لنقطة يعني لغاية دلوقتي يمكن وصلناش للنقطة اللي فيها طبعا الانسان الالة ممكن تفوق على الانسان، لكن فكرة انها تدمره يعني. فالراجل طبعا بيتنبأ بيقول اني في كمبيوتر اللي هو زي اكستريم انتليجنت وان اللي هو هال اللي كان موجود في سفينة الفضاء ديسكفري، بيقول ان هو طبعا حصل بينه وبين اللي هم رواد الفضاء
زي بالظبط some kind of battle، نوع من المعركة، ولكن استطاعوا في الآخر إن هم يفصلوه عشان يتجنبوا قشر العروق. أوكي؟ طيب تعال نشوف بعض التمارين على الكلمات اللي إحنا لسه درسناها حالا عندي على الشاشة، هنشوف مع بعض كده. بيقول لي exercise on reading، choose the correct answer from A, B, C or D. بفكركم إن في امتحاننا طبعا في آخر السنة بيبقى عندي 30 جملة فيهم 15 جملة على الجرامر، وال 15 التانية بتبقى كلها على الفوكاب، فمهم جدا ناخد بالنا للجزئيتين كلمات وجرامر. الجملة الأولى بتقول an unexpected and dangerous situation that must be dealt with immediately is an unexpected، كنا عارفين expected يتوقع، an unexpected غير متوقع جاي كصفة، عطفنا عليها كمان كلمة and dangerous situation موقف غير متوقع وخطير، that must be dealt with deal with يتعامل مع، هنا must be dealt with مبنية للمجهول يجب التعامل معه، immediately في الحال لما يكون موقف يتطلب العمل في الحال بنسميه ايه يا ترى؟ emergency ولا normality formality ولا habit؟ اكيد كلكم شطار واخترتوا ايه اللي هي emergency، an emergency حالة طارئة. number two space is something that is about to happen، حاجة على وشك انها تحصل، احنا خدناها في القطعة، يا ترى be about to ولا previous سابق، last الماضي او الاخير، ولا late متأخر؟ اكيد كلكم شطار وعارفين لما نستخدم verb to be لو am او is او are او was او were وبعد كده about to، دي معناها على بعضها كده على وشك ان يحدث، وطبعا to بعديها مصدر. لما اقول مثلا احمد is about to come is about to arrive على وشك ان يصل، they are about to leave على وشك ان يغادروا، يبقى be هنا بصرفها واحط كلمة about to وده معناها على وشك ان يحدث، عشان كده بنقول ان be about to means something that is about to happen على وشك ان هو يحدث، حتى مكتوب في نفس الجملة about to happen. To stop someone from continuing what they are saying or doing means to what؟ To stop someone انك توقف شخص from continuing من الاستمرار، يعني حد مثلا بيتكلم وانت بتقطعه او ما تخلوش يكمل كلامه، they are saying or dying means ده معناه ايه بقى؟ يا ترى to imprison بيسجنه، ولا to kill يقتل، to corrupt يفسد، ولا to interrupt؟ اكيد interrupt معنى يقاطع، يبقى to make interruption انك تعمل مقاطعة لشخص مثلا بيشتغل او بيسمع شيء او ايا كان الاكشن اللي بيأديه، فانت بتعمل مقاطعة بتوقفه عن اداء او تكملة هذا الشيء. يبقى once more to stop someone from continuing what they are saying or doing means to interrupt. Number four, the force produced by the quantity of gas or liquid in a place or container is the force, القوة الناتجة أو produced الناتجة by the quantity عن كمية من الغاز أو السائل liquid يعني سائل in a place or container في مكان أو في حاوية، كلمة container is إيه يا ترى أحبائي؟ impress ولا express ولا press ولا pressure؟ أكيد طبعا نتكلم على ضغط نفسه is a pressure، اتفقنا كده؟ يبقى pressure هي produced by the quantity of gas or liquid in a place or container. Number five, the thing that you press or turn to in vehicle, television, etc. work on work or stop are. تاني كده الأشياء that you press بتضغط عليها، يعني the buttons buttons الزراير أو الأشياء اللي بنضغط على كلمة press هنا بمعنى يضغط، or turn to أو نشغلها to make a machine عشان نخلي آلة أو vehicle، فيكل اتفقنا قبل كده اي مركبه يعني اي عربيه، تلفزيون او جهاز تلفزيون اتسترا الى اخره، ورك اور ستوب تشتغل او توقف، بيشتغل بايه بقى؟ باجهزه التحكم، كلكم شطار احبائي، اللي هي كلمه كنترولز، يبقى كنترولز اللي هي ازرار التحكم في اله او في جهاز او في سياره and so on. انما ريمينز اللي هي ممكن تنفع اثار وتنفع الباقي او البواقي،
وكلمة كونتينرز قلنا من شوية حاويات، وكلمة pillars يعني أعمدة. يبقى الصح بتاعنا كلمة controls. Space means to feel very shocked. الإنسان يصدم جدا and upset وينزعج or afraid. يا ترى يبقى هابي سعيد ولا magical سحري ولا over the moon. التعبير بتاع over the moon معناها very very happy سعيد جدا. يبقى أكيد طبعا الصح كلمة horrified. horrified يعني مرعوب، هي بالضبط to feel very shocked and upset or afraid. أكيد طبعا بنشوف في معظم الصفات كده، بنشوف صفات كتير جدا في الـ choices. بيبقى عندي مثلا أربع صفات، في ثلاثة يعني مشابهين لبعض، وفي صفة بتبقى غريبة شوية، يبقى دايما لازم نفكر فيها، ويبقى دايما اختيارنا هو الصواب. جملة بعد كده بتقول to say that you will cause someone harm، انك انت هتسبب لشخص ما اذى، cause harm او do harm or trouble if they do not do what you want. لو طبعا انت او هم ما نفذوش اللي انت عايزه. يا ترى هنا انت بتعمل some kind of encouragement، بتعمل تشجيع ولا threat تهديد يعني، ولا giving help ولا strengthen. فهنا عندي افعال كلمة encourage يشجع، threaten يهدد، threaten يهدد من الناون كلمة threat اللي T-H-R-E-A-T، عندي help يساعد او مساعدة طبعا جاي verb، strengthen يقوي من كلمة strength للقوة تمام كده، وهي طبعا الصفة كما عارفين كلمة strong. فبيقولي to say that you will cause someone harm، لما تقول لشخص انك انت هتسبب له اذى او مشاكل، if they don't do what you want، لو الشخص ده منفذش اللي انت عايزه، يبقى انت بتعمل ايه؟ yes right، ده معناه انك انت threaten. threaten بمعنى يهدد، اختيارنا letter B. when there is no gravity means لو ما فيش اصلا جاذبية. وعارفين كلمة gravity لها different meanings، يعني احد معانيها مثلا قلنا الجاذبية، لكن في معنى تاني مثلا معناها gravity يعني خطورة موقف ما، لو gravity of a situation الخطورة اللي تكون موجودة في موقف ما. يا ترى zero gravity، zero diet، ولا zero ولا sub zero ولا zero hour؟ اكيد طبعا قلنا zero gravity. when there is no gravity معنى كده انعدام الجاذبية اللي هي zero gravity. The space for this computer game don't work. Can I try yours? يعني بقول اللعبة دي على الكمبيوتر مش شغالة. Can I try yours؟ ممكن أجرب الجهاز اللي عندك طبعا أو الجهاز بتاعك. فأنا هنا بقول إزرار أو مفاتيح التحكم. مفاتيح التحكم اللي هي كلمة the controls. أنا كده عند الفيرب نفسه كلمة control يتحكم، وتنفع برضو ناون التحكم، وهنا قلنا أزرار التحكم اللي هي كلمة controls. طبعا reader قارئ، وكلمة ريموت بعيد، وكلمة كي يعني مفتاح. The children were spaced to find a poisonous snake in their tent. To find يجدوا poisonous snake لو ثعبان سام. والناس تفرق بين كلمة poisonous وكلمة poisoned. يعني لو جيت مثلا قلت أحبائي كده مثلا كلمة زي كلمة أصل كلمة poison نص مع بعض كده، أدي كلمة poison اللي هو السم تمام. انا عايز اخد من الكلمه دي صفه، فبمسك الكلمه نفسها كلمه poison، ولو ضفت او يو اس بقت poisonous سام. لو جيت قلت مثلا the snake is يا ترى poisonous ولا poisoned، اكيد طبعا هيبقى سام. the snake اللي هو الثعبان is poisonous ثعبان سام. طبعا ممكن يكون سام وهو نفسه متأثرش بالسم بتاعه، لكن لو جيت خدت نفس الكلمة وخدت صفة اللي هي كلمة poisoned، ادي كلمة poison وحطت لها ed poisoned يعني مسمم به سم يعني. فقلت مثلا this food is poisoned، this food او dish of food is poisoned يعني به سم تمام كده. is poisoned الأشياء هنا. فعندي في فرق بين كلمة poison
وبويزنس وبويزند. تمام كده؟ نرجع تاني للجملة بتاعتنا على الشاشة. كانت بتقول the children were space to find a poisonous snake in their tent. في الخيمة بتاعتهم. الأطفال شعروا إيه بقى ترى؟ horrified. اتفقنا ما كانش طبعا كلمة happy ولا lazy. lazy معناها كسول. delighted زي كلمة happy لكن أقوى شوية كمان. delighted معناها مبسوط أو مسرور. وهابي سعيد. لما كلمة horrified يشعر بالرعب. احنا عارفين كلمة horror H-O-R-R-O-R horror اللي هو الرعب. فالصفة عندي horrified اللي هي مرعوب أو خائف. طبعا لكن لو قلت horrifying يبقى الشيء ده نفسه مرعب. اتفقنا كده؟ Number 11 بتقول the teacher said that we should never space her while she is talking. Our teacher asked us طلبت مننا نطوا ايه؟ قال ايه بقى؟ قال نسمعها مثلا ولا قال نقاطعها؟ اكيد شطار كلكم عارفين never interrupt. never interrupt يعني لا نقاطعها while she is talking وهي بتتكلم. يبقى الصح بتاعي مش ممكن طبعا هتقول لنا never listen to ما تسمعوليش ولا never hear ما تسمعوش كمان ولا كلمة follow يتابع. اكيد تقول عمركم او ممنوع انكم كنتوا تقطعوني اللي هي كلمة never interrupt. in space things that are not attached to something start to float around. things that are not attached are not attached يعني مش مربوطة او مش مثبتة في شيء اخر تبدأ تطفو. float F-L-O-A-T يطفو around. اكيد طبعا رواد الفضاء float مش سوام يعني مش بيعوم لا بيطفو في الفضاء. فبنقول في الجاذبية ولا في انعدام الجاذبية الاشياء المش مثبتة بتطفو في الفضاء. طبعا اكيد في zero gravity. فالاختيار بتاعنا يا احبائي دي. هنقول in zero gravity things that are not attached to something start to float around. air space is usually high in good weather and low in bad weather. في الطقس الحار هي دايما في ايه بقى؟ بيبقى الهواء عندنا بيبقى فيه ضغط. تمام كده؟ ضغط عالي. و العكس طبعا لو bad weather. فبنقول a pressure. انا عندي كلمة leisure الكلمة التانية بمعنى رفاهية. وخدنا كلمة leisure time اللي هو زي كلمة spare time او free time. bag حقيبة وكلمة balloon اللي هو البالون او المنطاد. فقلنا air pressure is usually high in good weather and low in bad weather. air pressure اللي هو الاختيار A. 14 Ambulances drive very fast when there is an الإسعاف طبعا بيتم قيادتها بسرعة لو في حالة طارئة. yes مش في بس كلكم عارفين كلمة coronation اللي هو حفل يعني لما يكون في ملك أو ملكة اللي هو حفل تتويج يعني بيلبس تاج ويبقى طبعا ملك أو ملكة بشكل رسمي. فقلنا كلمة coronation اللي هو حفل التتويج. emergency الطوارئ وكلمة party قلنا حفلة او ممكن تبقى مجموعة من الناس. وفاينل نهائي. فالصحة اكيد كلمة emergency. ambulances drive very fast when there is an emergency. هنبص بقى كده. يبقى احنا كده خدنا الامثلة الخاصة بالجزئية بتاعة الكلمات. اتمنى طبعا كده يكون استوعبنا الكلمات المهمة جدا في الوحدة دي يعني فيها بعض الكلمات الجديدة. كنا ناقشنا طبعا جزء قبل كده في الليسننج والنهاردة كملنا مع بعض الريدنج وقرينا مع بعض التكست وخدنا أسئلة عليه. هنبص بقى لـ very important part جزء موجود عندنا في الوحدات بتاعتنا الوحدة الثامنة والوحدة كمان التاسعة وكمان شفناها كمان الوحدة السابعة اللي هو الجزء بتاع الباسيف فويس. هو طبعا مش جزء جديد ولا حاجة احنا خدناه كتير جدا جدا في سنوات قبل كده ولكن ما زال برضو بعض الناس بتخطئ فيه. تعال نشوف كده بالتفصيل الجملة بتاعة الباسيف بتتحل ازاي. تمام؟ هفترض مثلا احبائي انا هاخد الاول بالشكل التقليدي ايه هو الباسيف وايه نحل الجمل ونشوف طبعا بيجي في الامتحان ازاي. انا متأكد تماما كلكم هتسألوا ما الامتحان بيبقى بالنسبة لي اصلا choose
وطبعا انا الجمله بتاعتي ممكن كموضوع مهم زي كده يبقى جملتين، اختار ازاي بشكل صحيح؟ حاضر، هنقول الكلام ده بالتفصيل. فلو انا عندي دلوقتي مثلا كلمه passive، على طول ال P is in the first word أو the initial P هنا، دي على طول بتفكرنا أحبائي بالقاعدة بتاعت الباسف أو الرول نفسها، الرول بتاعتنا قاعدة اللي بستخدمها في الباسف فويس عموما دايما هي verb to be plus the third conjugation of a verb، زي التصريف الثالث من الفعل الأصلي الموجود في الجملة بتاعتي. يعني إيه بقى verb to be؟ الناس كلها لسه بتغلط فيه. بي اللي هو يكون، ده ممكن يبقى am أو is أو are، وممكن يكون was أو were، ممكن يكون كمان تصريف تالت كلمة been، وممكن يكون being. دول كلهم أحبائي كده هو ده verb to be، بالإضافة دايما للتصريف التالت من الفعل الأصلي في الجملة. يعني إيه؟ يعني انا دايما كل مره لو بدات بمفعول اللي هو الاوبجكت، يبقى لازم اتاكد ان عندي صيغه صح من فيرب تو بي، مش كل مره بي نفسها، لا ممكن في ام او اذا او، حسب الصيغه الصح وحسب الزمن بتاعي كمان، وهنشوف الكلام بالتفصيل. ام از ار واز وير بين وبينج، وتصريف كام؟ ثالث من الفعل الاصلي الموجود في الجمله. تعال نشوف مثال كده بشكل بسيط جدا ونشوف ايه اللي بيتم فيه. لو قلنا مثلا احبائي احمد، انا اتكلم الاول بشكل in general بشكل عام، وبعد كده هناقش ال past tenses. احمد مثلا is writing an email. احمد بيكتب دلوقتي مثلا ايميل، مكتوب مثلا كلمة now في الجملة بتاعتي. The first step، الخطوة الأولى، is to identify the subject, the verb and the object. الخطوة الأولى لازم أعرف فين الفاعل، فين الفعل، فين المفعول. يعني إيه؟ يعني الجملة بتاعتي لو ما فيهاش مفعول ما ينفعش تتحول، وهناخد مثال على كده حاضر. لكن دلوقتي أنا بالنسبة لي who is writing، مين اللي بيكتب؟ أحمد. يبقى أحمد ده بالنسبة لي هو subject. طيب what is أحمد doing now، بيعمل إيه أحمد دلوقتي؟ أحمد is writing، يبقى ده بالنسبة لي الverb. What is أحمد writing؟ أحمد بيكتب إيه؟ Is writing now or is writing an email؟ بيكتب email، يبقى ده بالنسبة لي الobject. يبقى it is a very important step to identify, to put your hand on the subject, the verb and the object. لازم أعرف فين الفاعل والفعل والمفعول في الجملة بتاعتي. طيب الخطوة الثانية ان انا بعمل دايما changing places اللي هي تغيير الاماكن. يعني كلمة an email بتيجي بالتأكيد في الاول، بتبقى فاعل جديد اللي هي هنا an email، واكيد the doer الفاعل نفسه بيجي في الاخر، ادي احمد، ولكن كلنا عارفين بمسبوق بكلمة by اللي هي بواسطة، بقت by احمد، فأصبحت هنا أحمد is writing an email. an email جت الأول، ودي أحمد جت في الآخر مسبوقة بكلمة باي. الجزء الأهم في الحكاية دي بقى إن احنا بنتخيل كده ولو شكل مستطيل، تخيلي حتى كده، وبقسمه دايما لخانتين، وبكتب القاعدة الرئيسية اللي أنا لسه قايلها من شوية اللي هي verb to be والتصريف التالت. ادي القاعدة بتاعتي بي بلس بي بي، بي زائد البي بي. لو طبقت القاعدة دي صح خلاص، يبقى كل شيء بعد كده بالنسبة لنا هيبقى سهل جدا جدا جدا. طيب بنعمل ايه بقى؟ ركزوا، انا الخطوة الاولى احبائي حددت الفاعل، الفعل، المفعول. الخطوة التانية خليت المفعول جه مكان الفاعل، بقى فاعل جديد اللي في العربي بنسميه نائب فاعل، وخليت the doer او الفاعل نفسه جه في الاخر مسبوق بكلمة باي اذا كنت محتاجه يعني. طب وبعدين الخطوة التالتة رسمت مستطيل كده قدامكم وقسمته خانتين، حطيت بي والتصريف التالت. بنعمل ايه؟ بطلع من سهم، انا بتعامل بقى مع الفعل الاصلي بتاع الجملة، فانا بطلع بسهم كده
من عند فيرب تو بي للفعل الاصلي as you can see، وبنزل بسهم من عند الفعل الاصلي للتصريف الثالث. يبقى سهم طالع صاعد وسهم نازل بالنسبه لنا. طيب الاسهل بالنسبه لي السهم النازل ده، ان انا اجيب التصريف الثالث من الفعل ده، التصريف الثالث اللي هو البي بي من كلمه رايت، اصلها رايت روت ريتن، سمعتكم رايت روت ريتن شطار، يبقى ادي كلمه ريتن هي تصريف كام؟ ثالث، دبليو ار اي تي تي اي ان، ادي كلمه ريتن. طيب وبعدين فيرب تو بي احبائي كانه بالظبط بحط هنا علامه يساوي، انا عايز بي يساوي رايت. طب ايه اللي حصل في كلمه رايت؟ كانت اصلا رايت فيرب تو رايت، وده فيرب تو بي، ايه اللي حصل في رايت؟ هتطلعها اي ان جي، يبقى الثانيه برضو فيها اي ان جي، هتبقى كلمه بينج. اكيد طبعا بينج اللي هي دايما بي اي ان جي لازم قبلها ام از ار واز وير، لازم قبلها فيرب تو بي. اكيد موجود عندي هنا كلمه از، يعني اللي بين الفاعل والفعل الاصلي هينزل. لو ايميلز جمع كنت قلت ار، لكن از هنا مفرد هتنزل تبقى از. فبقت الجمله بتاعتي ان ايميل از بينج ريتن باي احمد ناو، فرضا لو في كلمه ناو في الاخر هنا كانت هتنزل. فاصبحت الجمله بتاعتي مره ثانيه ان ايميل از بينج ريتن باي احمد. عملنا ايه تاني احبائي؟ ان انا اول خطوه حددت الفاعل احمد، احمد بيعمل ايه؟ بيكتب، بيكتب ايه؟ بيكتب ايميل. تاني خطوه المفعول جه في الاول، وبعد كده الاوبجكت اهو جه الاول، والفاعل ذا دور السبجكت بتاعي جه في الاخر سبقته بكلمه باي. الخطوه الثالثه رسمت مستطيل وقسمته خانتين زي ما شفتوا، حطيت بيه تصريف كام؟ ثالث. وبعد كده طلعت بسهم من فيرب تو بي لكلمه رايت، ونزلت بسهم كمان من عند رايت للتصريف الكام؟ الثالث. خدت الاول الشيء السهل كلمه رايت عشان اجيب تصريف ثالث بقت رايت روت ريتن. وبعد كده فيرب تو بي عشان يبقى زي رايت يبقى لازم ان انا اعمل ايه؟ اشوف اللي حصل هنا في كلمه رايت حصل لها ايه؟ هتطلع اي ان جي، بقت في الكونتينيوتي في الاستمرار، فحطيت برضو هنا اي ان جي. كان قبلها از عشان يبقى بريزنت كونتينوس او بريزنت بروجريسيف، نفس القصه. يعني الفكره كلها بتجيب فيرب تو بي في نفس زمن الجمله، فيرب تو بي في نفس زمن الجمله، الجمله دي بريزنت كونتينوس او بريزنت بروجريسيف، فعلى طول جبت زيها فيرب تو بي. اذا كان از رايتنج هتبقى از بينج، طب لو مكتوب واز رايتنج هتبقى واز بينج. مع احبائي كده لو مكتوب از ادي از، مكتوب واز هتبقى واز، بعدهم فعل في اي ان جي يبقى التاني برضه فيه اي ان جي. هاخد نفس المثال ولكن في تنس مختلف، في زمن مختلف، اتفقنا ده بريزنت كونتينوس مضارع مستمر. لو خدت مثلا في زمن مختلف وقلت مثلا احمد روت مثلا ان ايميل يسترداي، احمد كتب ايميل بالامس، عملنا ايه؟ شطار سامعكم بتقولوا اول خطوه نحدد الفاعل والفعل المفعول. يعني ايه؟ مين اللي بيكتب؟ طبعا انت فعلا انه احمد، ده الدور او السبجكت. ودد احمد دو، عمل ايه احمد؟ احمد روت، يبقى ده الفعل. روت وات؟ روت يسترداي، روت ان ايميل، روت ان ايميل، كتب الايميل، يبقى ده الاوبجكت بتاعي. يبقى مهم جدا اس في او، سبجكت فيرب اوبجكت، حتى لو بحل تشوز لازم اعرف فين الفاعل اللي هو الدور، الشخص اللي قام بالشيء، ولازم اعرف الاوبجكت اللي هو الشيء اللي هو تقبل او حصل عليه الفعل بتاع الفاعل اللي هو هنا الايميل. تاني خطوه كلنا بنعرف ان احنا بنجيب الايميل اهو، هتبقى ان وبعد كده ان ايميل، وهنا باي مين؟ لازم نخلي الفاعل الجديد اللي هو احمد بقى في الاخر، واحط قبل منه كلمه باي احبائي عشان يبقى بواسطه فلان. اكيد لو هي او شي او ات او ذي او وي او يو او اي، اي ضمير يعني، او سام وان او سام بادي او كذا، مش محتاج اكتب فلان باي فلان. يعني هي لو مكان احمد تبقى باي هم، وممكن ما اكتبهاش من اصله عشان مش محتاج اعرف مين اللي قام بالحدث. يعني باي كذا دي اوبشنال، يعني ممكن تكون موجوده في الجمله تشوز او مش موجوده، مفيش مشكله. لو يهمنا قوي مين اللي كتب الايميل، يعني احمد مش علي، يبقى اكتب باي احمد نوت علي مثلا.
طيب حددت فاعل، فعل مفعول، المفعول مكان الفاعل والفاعل مكان المفعول، مسبوق بكلمة باي. الخطوة اللي بعد كده كنا بنرسم مستطيل كده تخيلي كده ونقسمه خانتين ونحط بيه والتصريف التالت. بطلع بسهم من بي للفعل الاصلي اللي هو كلمه رايت، وبنزل عند كلمه رايت او رود دي بسهم كمان للتصريف التالت. قلت بستسهل قوي ان كلمه رايت بتبقى روت ريتن، يعني هنا بكتب كلمه ريتن دبليو ار اي تي تي اي ان، ادي كلمه ريتن تصريف كام؟ تالت. طب وبعدين فيرب تو بي بقى في نفس زمن الجمله بتاعت هنا، كلمه روت اصلا ماضي، ايه اللي حصل لها؟ كانت اصلا رايت، كانت رايت بقت روت، يعني كان مضارع بقى ماضي، كان مضارع بقى ايه؟ ماضي. اكيد طبعا المضارع هنا بي الماضي بتاع بي ايه يا احبائي؟ اللي هو ووز او وير. يبقى انا عندي حاجتين، ووز او وير، اذا كان ايميل مفرد اختار كلمه ووز، لو مكتوب ايميلز جمع يبقى اختار كلمه وير. فعملت ايه تاني؟ فاعل فعل مفعول، المفعول جه الاول، الفاعل جه في الاخر مسبوق بكلمه باي، وبعد كده رسمت المستطيل اهو وحطيت بيه تصريف ثالث. عملنا ايه؟ شفنا بقى بالنسبه لنا اذا كان عندي كلمه رايت روت ريتن تصريف تالت. طيب روت هنا ماضي يبقى اجيب بي في الماضي، روت يعني رايت بقت روت، لكن بي في الماضي تبقى ووز او ايه؟ او وير. انا عندي ايميل بقت ووز. طب لو مكتوب عندي هنا حتى ولو انا مش هلتزم مثلا بالتنسز اللي هي بتاعتي، لو مكتوب مثلا ويل رايت، يعني احمد ويل رايت ان ايميل مثلا تومورو، على طول يا احبائي هتلاقوا ان كلمه رايت ما حصلش فيها شيء، رايت اللي بعد ويل دايما مصدر زي ما هو، يبقى بيها هتبقى زي ما هي، هتبقى بي زي هي هنا. طيب هنزل كلمه ويل، يعني ويل رايت تبقى ويل بي، كان رايت كان بي، شود رايت شود بي، ماست رايت ماست بي. يعني معروف كده اي فعل ناقص كان كود شال شود مي مايت ماست بعديها مصدر هتبقى في الباسيف، كل افعال الناقصه كان كود شال شود مي مايت ماست بعدها بي تصريف تالت اند سو اون. لو مكتوب مثلا هاد ريتن ده بالنسبه لنا ماضي تام، هتلاقوا ان كلمه بي عايز زي ريتن هتبقى بين، مش ريتن تصريف تالت هيبقى بي تصريف تالت تبقى بين، وحط قبلها هاد تبقى هاد بين ريتن، هاد بين ايه؟ ريتن اند سو اون. بص سريعا كده على الشاشه عندنا بيقول لي الاكتيف فويس takes the form A does B. الاكتف فورم المعلوم يعني هو A am بفعل B، زي مثلا we study many subjects at school، بندرس مواد مختلفة في المدرسة، احنا اللي بندرس المواد هي المفعول. في الباسف فويس على طول بنلاقي B is done by A، ان B المفعول تم فعله بواسطة الفاعل اللي هو A، زي بالضبط many subjects are studied by us at school. في افعال اكيد ما بينفعش نستخدمها، انتوا كلكم عارفين الفرق بين الترانزيتيف والانترانزيتيف. بيقول لي اونلي ترانزيتيف فيربس، الافعال المتعديه اللي بتحتاج مفعول هي فقط اللي احنا بنحل عليها، لكن الافعال اللازمه اللي هي الانترانزيتيف ما بتاخدش مفعول به، ما ينفعش. زي مثلا ايه؟ كلمه زي كلمه appear يظهر، belong يخص، exist يوجد، seem يبدو، arrive يصل، come ياتي، happen يحدث، sleep ينام، be يكون، die يموت، occur يحدث، rise ينهض. الافعال دي كلها ما فيش ما تاخدش مفعول، مثلا the sun rises الشمس تشرق مثلا in the east، ما فيش مفعول ما ينفعش احولها. لو قلت مثلا علي arrived late مثلا، وصل متاخر، ما فيش مفعول. يبقى نخلي بالنا افعال زي اللي قدامنا على الشاشه دي ما بتجيش في الباسيف فويس. خدت مثلا workers installed burglar alarms، burglar alarms يعني اجراس انذار، طبعا في الباسيف على طول عندي workers ده الفاعل او الدور، install ده الفيرب يثبت او يركب، وburglar alarms دي اللي هي على بعضها كده المفعول. بدانا بها الاول، وبعد كده قلنا install تصريف ثالث زي الثاني installed، installed installed ماضي يبقى جيف فيرب تو بي في الماضي بقت وير installed. باي مين؟ حطينا باي وحطينا الدور الفاعل اللي هو باي ذا وركرز. باسيف وذ ذا ايجنت اوميتد، ممكن اشيل كلمه باي ذا وركرز وتبقى burglar alarms were installed. شكسبير روت هاملت، شكسبير كتب المسرحيه بتاعت هاملت،
يبقى هاملت واز ريتن باي شكسبير. عملنا ايه؟ شكسبير جه في الاخر مسبوق بكلمه باي، هاملت جت في الاول، حطيت فيرب تو بي وتصريف ثالث، تصريف ثالث من رايت بقت ريتن، وبعد كده فيرب تو بي واز زي كلمه ريتن الماضي بقت ووز في الماضي. They arrested her for shoplifting، السرقه في المحلات، يبقى برضو she was arrested for shoplifting. هنعمل ايه يا احبائي؟ ان احنا بالنسبه لنا نبص في الجمله بتاعتنا، بدات بالفاعل subject، ابعد عن بي تصريف ثالث، بدات بالمفعول دور على بي تصريف ثالث، بدات بالمفعول دور على بي تصريف ثالث. بي يعني ايه بقى؟ قد تكون بي نفسها او ام او از او ار او واز او وير او بين او بينج وتصريف ثالث وفقا للكلمه الداله على الزمن. مكتوب كلمه مثلا اجو يبقى على طول واز او وير، مكتوب كلمه يت على طول هاز او هاف يبقى تصريف ثالث كلمه بين وبعد كده تصريف ثالث من فعل الاصلي للجمله. اتمنى طبعا نكون استفدنا النهارده، على وعد بلقاء المره الجايه ان شاء الله. and until then good luck and goodbye.